السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أعزائي المتتبعين. إذا خلال هذه الحصة غادي ندرسوا درس وحدات قياس المساحات. إذا كما وعدتكم إن شاء الله فقناتي ستحتوي جميع دروس الرياضيات بالنسبة للمستوى السادس ابتدائي. إذا لا تنسوا الاشتراك والإعجاب بالقناة. إذا خلال هذا الدرس هذا غادي ندرسوا وحدات قياس المساحة وإجراء بعض التحويلات. جيد. إذا كما كتلاحظوا معايا هنايا عندي هذا الجدول ما يسمى بجدول وحدات قياس المساحات. كما كتعرفوا هنايا الوحدة الأساسية هي المتر مربع، الوحدة الأساسية لقياس القطر هي المتر مربع، وعندها بطبيعة الحال مضاعفات، عفوا أجزاء، هذه كتسمى الأجزاء اللي هي ديسيمتر مربع، سنتيمتر مربع، والمليمتر مربع. إذا هذه كتسمى أجزاء الوحدة الأساسية لقياس المساحات. ثم هذه الوحدات العادية هنايا كتسمى بمضاعفات الوحدة الأساسية لقياس المساحات اللي هي ديكامتر، قلنا الوحدة الأساسية هي المتر مربع، هذه المضاعفات هي ديكامتر مربع، ثم الهكتومتر مربع، ثم الكيلومتر مربع. وهنا بطبيعة الحال كل خانة تقسم إلى خانتين، مثلا هنا خانتين لأن عندي مربع مربع، إذا هنا كل وحدة عندها خانتين. إذا عندي خانة الوحدات والعشرات، إذا بالنسبة لهذه الوحدة مثلا عندي خانة الوحدات وخانة العشرات نفسها بالنسبة لجميع الوحدات الأخرين، الوحدات والعشرات. نعم، لأن عندي مربع كما قلنا هي وحدات قياس المساحة، وحدات العشرات، الوحدات العشرات، ثم الوحدات العشرات. جيد. إذا غادي نديرو هاد التحويلات هادو باش نزيدو نفهمو أكثر هاد الوحدات هادو. ثم مثلا هنايا في هذه الأمثلة عندي تحويلات نحولها إلى وحدة مطلوبة أو تعابير، هذه التعابير غنحولهم وحدة مطلوبة. إذا عندي غادي نبداو بهنايا 763.12. إذا هاد 763.12 ديكامتر مربع عندها جزء صحيح، عدد فيه فاصلة عدد عشري، كنشوفو الجزء الصحيح الوحدات ديالو، رقم الوحدات ديالو كنديروه في الوحدات ديال هاد الخانة اللي عطاوني، عفوا ديال هاد الوحدة اللي عندي هنا هي الديكامتر مربع، هاد الديكامتر مربع الوحدات غنكتبو فيه رقم وحدات الجزء الصحيح، ثلاثة، إذا الديكامتر مربع، إذا ثلاثة و 763، عاد نزيدو فاصلة 12، وهاد الفاصلة عاد نحيدها من بعد باش نشوفو الوحدة المطلوبة، إذا غنحيدو هادي لأن الوحدة المطلوبة هي الكيلومتر مربع، إذا الكيلومتر مربع هي عندي هنايا كنشوف الوحدات ديالها ونضعو صفر ثم فاصلة لأنها الوحدة المطلوبة وكنعتبرو الخانة ديال الوحدات الخانة الأولى، ثم كنزيدو صفر أخر هنايا، إذا النتيجة هي 0.076312 كيلومتر مربع في هاد الوحدة المطلوبة اللي عندي. إذا غنكتبو النتيجة. جيد. إذا كنظن أنه واضح جدا. ندوزو للتحويل الثاني. التعبير الثاني عندي 97 ديسيمتر مربع تساوي كم من سنتيمتر مربع. إذا عندي 97 عدد صحيح، كنشوف الوحدات ديالو كنحطوه في الخانة ديال الوحدات ديال ديسيمتر مربع، هاد ديسيمتر مربع كنوضعو فيها 97. جيد. إذا تساوي كم من هنا تساوي كم من سنتيمتر مربع، ها سنتيمتر هنايا كنزيدو الأصفار حتى الوحدات نحبسو هنايا. جيد. إذا تساوي 9700 سنتيمتر مربع. جيد. بالنسبة لهذا بالنسبة للسطر الثالث هذا التحويل الآخر، هنا ندير 4.5 هكتومتر مربع و أو زائد، هنا كتعني زائد، هنا زائد و 263 أو زائد 263 ديكامتر مربع تساوي كم من متر مربع. إذا كنوضعو أولا هذا الجزء الصحيح رقم الوحدات اللي هو 4 في هكتومتر مربع، هكتومتر مربع هي كنوضعو فيها 4، عاد نزيدو فاصلة 5 كما درنا هنايا في هاد الأمثلة الأخرين، وغادي نحولها بطبيعة الحال وحدة مطلوبة لها المتر مربع، ولكن غادي نزيدو ليها 263، 4.5 وضعناها 263 ديكامتر مربع، ديكامتر مربع الوحدات كنوضعو فيها 3 رقم الوحدات، ثم العشرات 6، ثم 263 ديكامتر مربع، وهذه غنديرو ليها بطبيعة الحال زائد، حيت قلنا هنا ضفنا الرمز زائد،
جيد. اذا هنا 3 زائد 0 3 11 تحتفظوا بواحد 5 7 اذا 713 ديكامتر مربع تعطينا، ولكن ماشي الديكامتر هي الوحده المطلوبه، الوحده المطلوبه هي المتر مربع. اذا غادي ندرس فهاد النتيجه اللي لقينا في هذا المجموع ديال هاد التحويلين حتى الوحدات ديال المتر مربع، كنزيدو الصفر حتى الوحدات ديال المتر مربع، إذا تساوي 71300 متر مربع، عفوا غنديروها هنايا، عفوا 71300 متر مربع. جيد، إذا قبل ما نمرو لهاد التحويلات الأخرين اللي بقاو عندي هنايا، فسيتم عند استعمال مثلا أو عندما نريد قياس مثلا مساحات بعض الأراضي الزراعية نستعمل وحدات أخرى اللي هي سنتيار أر والهكتار، كما كتلاحظوا معايا هنايا غنطبقوا عليها أمثلة، ولكن قبل ذلك غادي نشوفوا كل وحدة فين كنحطوها في هاد جدول التحويلات. إذا عندي بالنسبة للسنتيار واحد السنتيار تساوي ماذا؟ عندي واحد السنتيار تساوي واحد متر مربع، إذا كنديروها في القناة ديال النور، إذا هذه السنتيار، إذا هذا السنتيار واحد السنتيار تساوي واحد متر مربع، واحد السنتيار تساوي واحد متر مربع. جيد، بالنسبة للآر جزء الآر، واحد آر تساوي واحد ديكامتر مربع، واحد آر تساوي واحد ديكامتر مربع. بالنسبة لوحدة أخرى اللي كنستعملو في هاد الوحدات الزراعية هي الهكتار، الهكتار اللي كتساوي واحد هكتومتر مربع، الهكتار كتساوي واحد هكتومتر مربع، إذا واحد هكتار تساوي واحد هكتومتر مربع. جيدا، هذا ما يخص هاد النوع ديال الوحدات اللي كنوقفوها لقياس مثلا مساحة بعض الأراضي الزراعية إلى غير ذلك. إذا غنطبقو عليها أمثلة بسيطة جدا. إذن عندي 12.5 سنتيار، ندوزو هنا السنتيار، عفوا 12.5 سنتيار، 12.5 سنتيار ها هي في الوحدات 12، عاد نزيدو 0.5 سنتيار، غادي نحاول نحيدو هاد الوحدات، عفوا هاد العدد هادو، إذن 12.5 سنتيار تساوي كم متر مربع؟ على متر مربع على الوحدات، غنديرو فاصلة، إذا نفس العدد، إذا 12، إذا هنا ما قبلناش قلنا أصلا واحد سنتيار كتساوي واحد متر مربع، هما اللي درناهم في الجدول، إذا لقينا 12.5 هي نفسها، إذا 12.5 سنتيار هي 12.5 متر مربع. جيد، بالنسبة للمثال الثاني 52 هكتار، عندي الهكتار هنايا 2 في الوحدات و50، هنا ما فيهش فاصلة، ما عندي مشكل. إذا هنا هكتار تساوي كم من ديكامتر مربع؟ ها ديكامتر مربع غنزيدو الأصفار حتى الوحدات. جيد، إذا تساوي 5200 هكتومتر مربع، 5200 هكتومتر مربع. جيد، بالنسبة للمثال الأخير 115 أر، غنمشيو للأر ونضعو 5 في الوحدات، الأر اللي قلنا كتساوي 1 ديكامتر مربع، إذا 115 أر من الوحدات 115 أر تساوي كم من هكتومتر مربع؟ هكتومتر مربع ها هي، خلينا الوحدات كنديرو فيها فاصلة. جيد، إذا تساوي 1.15 هكتومتر مربع. إذا أعزائي المتتبعين، هذا ما يخص الحصة ديال وحدات قياس المساحات، نتمنى تستفدوا معايا خلال هذا الحصة البسيطة والمفيدة، إلى حصة مقبلة إن شاء الله مع موضوع جديد، وشكرا لكم على المتابعة.